بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي. النهاردة الفيديو عن كل الجديد في فاميلي ستور من ميك اب. عندنا حاجات بقى النهاردة إن شاء الله ب2.5 وب5 جنيه، وفي حاجات حلوة جدا. في كمان منتجات وصلت جديدة، اللي هي دي منتجات من شركة أدوية، دي بقى للعناية بقى بكل حاجة أنت بتحتاجيها. هنشوفها النهارده وهنعرف اسعارها ومكوناتها، كل حاجه هنتكلم عليها. ده غير كمان النهارده هنتفرج على المانيكيرات، عرض المانيكيرات الجميله، الالوان بقى بتاعه الصيف المترقعه الجميله وكل الالوان اللي بتحبوها. هندخل نتفرج ولا الميني سشوار والميني مكوى، ده لوحده حكايه. يلا نبتدي على بركه الله. قولي العنوان. طبعا احنا في محل فاميلي ستور جمله وقطاعي، كل انواع الميك اب وكل انواع الاكسسوارز والحاجات دي كلها. احنا فين بقى بالظبط؟ نصلي بينا على النبي ونبتدي. اول حاجه احنا في اسكندريه في شارع الجلاء فيكتوريا. لو جيتي من ناحيه القطر اقرب لك جدا، لو جيتي برده من ناحيه المشاريع او الميكروباصات نزلتي في الساعه برده هتمشي وهتعدي الاسم بتاع المنتزه. انما لو جيتي من ناحيه الترام او من ناحيه القطر هيبقى اقرب لك. شارع الجلاء فيكتوريا، بصي هتلاقي قصاده مستشفى اهي، مستشفى الصغر مشهوره جدا هنا اهي، مستشفى الصغر التخصصي. هندخل بقى نتفرج على الفيديو، ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، ونبتدي على بركه الله. النهارده هنبدا العروض بتاعتنا بقى عشان نقول لكم انها ارخص عروض في اسكندريه. ايه بقى يا جميل؟ معانا طبعا النهارده دنيا. ازيك يا دنيا، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. اهلا بيكي. عندنا برده التاتو، ايوه الواحد من ده ب2.5. تمام. عندنا ده الواحده عامله 3.5. بصوا بقى هارت بيت بقى والحاجات الجميله بقى دي والفراشات، اي واحد فيه ب2.5. تمام. عندنا الالوان الواحده ب3.5، والجليتر الواحده ب4. حلوه. الاسود الواحده ب2.5. عندنا عرض بقى النهارده، ايوه لو اخذوا اربعه من اول صف ده نحسب لهم الاربعه ب10 جنيه. تمام. يعني اي واحده فيهم جليتر، الوان صغير اللي هو الكبير ده. اه تمام. العرض مستمر بقى. اه الاربعه ب10. الاربعه ب10 حلو قوي. امال اللي تحت ده؟ عندنا التاتو ده ب5 جنيه. ب5 جنيه. طبعا الاسعار دي طبعا غير بره. لا خالص، مش هنلاقيها بره فعلا. عندنا ده بقى ب6. ده ب6. في ده ب5، ده اللي هو على الوسط تقريبا ده. اه وفي ده برده بتاع الظهر. اه ماشي. وفي ده برده اللي هو ممكن يتحط على الظهر من تحت، ايوه، او الايد. ب6 ده؟ ده ب5. خمسة برضو، يعني كلهم 2.5 و3.5 و4. بس لو خدوا الاربعه مع بعض هنحسبها لهم ب10 جنيه. طبعا انا شايفه بقى حاجات روجات جديده جايه، تعالوا نشوف بقى النهارده ايه الجديد بقى عندنا في فاميلي ستور. بصي الوانه ده خشب جدا. عامل 10. ده عامل 10 جنيه يا جماعه. بصوا الوانه حلوه برضو، عامل 10 جنيه. الوانه حلوه جدا، عامل 10 جنيه وطري قوي. تمام ماشي. عندي منه برضو جميع الالوان، عندي منه الخوفي والفوشيات والموفات. عشان طبعا يعني في الموار بيبقى محدد الوان شويه، ايوه. فعندي ام ان في كل الالوان. بصوا الالوان بتاعته. تمام. ده ب10 جنيه. أوه. نشوف بقى ايه تاني النهارده. الروج اللي ب5 لسه موجود. بصوا يا بنات اهو الوان اللي هو بتاع ايفر بيوتي، ايوه. وعندنا برضو اللي هو بتاع نايك اهو. وعندنا برضو بتاع فيكتوريا سيكريت. فيكتوريا سيكريت في بنيات منه. في اهو بصوا حبايبي، غوامق يعني شويه، في حاجات اهي كمان منه، في بنيات عشان انا كنت شايفاه كله فوشيات كده، فلا في درجات اهي، في منه الوان. حلو قوي. ده ب5 جنيه اهو كده. تمام. ب5. بصوا التنت، الناس اللي بتحب بقى التنت ب5 جنيه بس، يا دوبك حاجه بسيطه يعني. تمام. هو بيفرق معاك يعني. الله ينور. في ايه؟ الروج الجوهره ده جديد برده. لسه جديد. ده عامل 25، الكواليتي بتاعه عالي جدا وثابت. بصوا عندي الدرجه دي. تمام. طبعا هو في منه الوان كتير بس عليه سحب، مش كده؟ ده برده من الحاجات الجديده اللي جات لكم. بصوا الدرجات بتاعه الالوان بتاعته حلوه قوي. تمام. في ايه تاني يا جميل؟ برضه. ايوه حلوه قوي الدرجه دي. جميله الدرجه دي. تمام. نايت سينما ايه تاني؟ ده ب25 قلنا. عندي برضو نايت سينما الاوركسترا. ده اسمه اوركسترا؟ اوركسترا. تمام. بكام؟ ده عامل 25 برضو. 25 برضو. في منه برضو الفوشات، في منه برضو جميع الالوان. يعني بصوا هتلاقوا كل الحاجات. هو الروج ده ثابت. ثابت ما بيطلعش. لا مش بيطلع. حلو. الكواليتي بتاعه حلو، يعني انا اصلا حاطه منه، هو حلو جدا. بصوا يا جماعه باودر نايت سينما جه. فيها برضو درجات غامقه عشان في ناس بتحب الدرجات الغوامق. ايوه. عندنا برضو اهو منها الدرجات الغامقه. تمام. عشان معظم الباودر بيبقى كل درجاته فواتح. حلو قوي. في برضو الكونتور بتاع ام ان.
كونتور موجود بكام؟ كونتور كونتور عامل 30 30 واللي هو نايت سينما البودره بكام؟ نايت سينما عامله 25 اهي. طبعا كل حاجه. ايه بقى الحاجات اللي فوق دي؟ دوت سكراب في منه سكراب بشره في منه سكراب للجسم. حلو ده. ده بكام؟ ده ملح اللي هو ملح الحليب اللي بيقولوا عليه ده. لا ده مش ملح الحليب، ده نوع تاني. ده ملح برضو يعني للجسم، للجسم بيعمل صنفره. الميت تمام. بكام بقى ده يا جميل؟ الملح ده عامل 40. ده عامل 40 35. والسكراب هو اللي عامل 40. تمام تمام حلو قوي. دي حاجات جديده برضو. عندنا برضو بصي بقى العرض الحلو ده بتاع كل البنات والستات. ايه العرض الحلو ده النهارده؟ العرض ده بتاع شركه امبرا. الشركه عامله عرض لو اخدتي 2 ب 260 بدل ما اخدتي الواحده بس ب 200 جنيه. تمام. طبعا البرفان ده ثابت. اصلا البرفان ده براند اوريجينال. بصوا يا جماعه اوريجينال ثابت معاكي فتره طويله. ده عباره عن 2 برفان. ده ثابت. احنا عندنا بس الواحده عامله 195، نازل عرض الاثنين ب 260. تمام. طبعا عروض اعلى شويه ب 310 بيبقى على حسب البرفان اللي محطوط. ده رجالي. يعني احنا ما عندنا الواحده منه بس ب 250. انما في العرض العرض ب 310 الاثنين. حلو قوي. تمام. طبعا يعني كذا نوع، في منها جينس ده رجالي. وفي برده اللي هي الفاسيو. تمام. في منها كذا نوع عندنا. حلو جدا. دي برده من انواع البرفانات. ده البرفانات برده اللي عليها عروض. تمام. ده ايه؟ ماشي نشوفه. ده غسول بقى، ده اللي هو ده اللي محطوط. ده كراجون. تمام. ده غسول طبي. بس يا مالك شركة أدوية هي اللي عاملاه. تمام. الغسول ده بيتعمل كده لمدة دقيقتين. الغسول ده للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. أيوة. الحبوب اللي بتطلع فيها وعدم توحيد لون البشرة. تمام. تفضلي تعملي كده لمدة دقيقتين. هتشوف الفرق دلوقتي. وطبعا شركة أدوية بيبيض بيفتح وبيشيل الحبوب. أيوة. وبيوحد لون البشره. يعني ده حلو جدا. ده بكام ده؟ ده عامل 50. وهو بيتباع في الصيدليه ب 85. 85. طب امال اللي هو البشره الدهنيه والمختلطه بس؟ نعم. البشره لا عادي، البشره العاديه العاديه عادي. بس طبعا عشان البشره الدهنيه والمختلطه بيبقى افرازاتها اي حاجه. ايوه. فده اصلا نازل عشانهم، عشان طبعا افرازات الدهون اللي بتطلع وبتعمل حبوب في وشهم. تمام. يعني ده بيفتح اهو بعد المصيف بقى. بصوا بقى عندي ده فيموجل. ده غسول العنايه الشخصيه للسيدات. تمام. انتوا كمان جايبين الحاجات دي؟ برافو عليكم والله. ده عندي منه برضو بالياسمين. ده اللي هو الغسول بتاع يعني الغسول النسائي. بكام يا جميل ده؟ دوت عامل 35. طبعا هو اغلى من كده بره. ايوه. ده بتاع فيموجل ده. اللي هي الشركه برضو بتاع نوف ميد. هي اللي عاملاه. في منه اللافندا. الله. بصوا اللافندا والفراوله. في منه الياسمين. الياسمين بيعمل ريحه حلوه جدا، وعايز طبعا البنات يستخدموه. تمام. يعني بنات وستات عشان ما يبقاش فيه قلق يعني. خلاص ماشي يا جميل. ده غسول بتاع نوف ميد. ده غسول بشره. بشره برضو. الغسول ده برضو ينفع يستخدم للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. تمام. بينظف البشره وبيوحد لونها. ده بكام ده؟ الغسول ده بتعمل 75. 75. تمام. لا انتوا جايبين المره دي حاجات حلوه قوي. على في حمض الهيرونيك. وفي برضو الهيدرونيك. بيعمل ايه الحمض الهيدرونيك؟ بيوحد لون البشره مثلا والحبوب، بيبدا ان هو يقضي عليها. تمام يا جميل. البشره المرومه وبيفتحها. ماشي. بصوا الجنب ده يعني لوحده بصراحه تحفه، في حاجات حلوه قوي. عندي شامبو نوف ميد. ده بقى شامبو للشعر. ده بيحفز نمو الشعر، مضاد للفطريات والبكتيريا. تمام. بيقضي على القشره، مضاد للاكسده. وبرده بينظم افرازات الدهون للشعر الدهني. بكام ده؟ دوت عامل 75. 75. تمام. خلصنا الجنب العسل ده ولا في حاجات تانية؟ لوشن برده بتاع نوف ميد. لوشن؟ ده لوشن للشعر. للشعر؟ ريحه الشعر. ده بيقلل من تساقط الشعر. ده بيستخدم عادي برده للذكور والاناث. تمام. يعني جوزك او انت. برده بيحفز نمو الشعر. حلو قوي. بيرطبه وينعمه. تمام. عندي برده الزيت بتاع نوف ميد. بقول لكم القسم ده مشكله مشكله. عندي برده الزيت بتاع نوف ميد. ده بيحفز بصيلات الشعر. وبرده بينعم الشعر وبيديله رطوبه. وبيرطب الشعر، بيديله زي لمعان. تمام. بيمنع الشعر من. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. بيحتوي على خصائص. ايوه. ضد الالتهابات اللي بتطلع في الشعر. تمام. احنا كده خلصنا ولا في حاجه تاني في الجزء ده؟ لا دول كده خلاص. تمام. بالنسبه بقى للبادي ميست او حاجه، او شوفوا ايه اللي موجود جديد النهارده. عندي برضو ده برضو السبري بتاع امبرا. ده رجالي ولا حريمي ده؟ ده 4 سبريهات. في منه حريمي، في منه رجالي. يعني عندكم ده وعندكم ده؟ تمام. الواحده بس عندنا 37.5. احنا عندنا عرض النهارده، لو خدوا الاربعه ب 125. 125 وكلهم اربعه مختلفين. تمام. الله ينور.
طبعا العرض ده موجود حتى نفاذ الكميه. طبعا. طيب تمام. ايه تاني يا جميل؟ ايه تاني النهارده بقى في فاميلي ستور بقى من الحاجات الجديده؟ شنطه فيكتوريا سيكريت. بصوا بقى البنات بقى والستات عشان محدش يزعل كله. عندي ستة عاملين 75. الستة دول ستة حاجات مختلفة ب 75. ده ايه ده؟ بادي سبلاش ولا ايه؟ بادي سبلاش. تمام. طبعا احنا عندي برضو بتاعت لاف برضو. لاف. ب 75 برضو. ستة برضو. وعندي برضو بس اند بادي برضو. أيوة. 75. بس اند بادي. تمام. الله ينور عليك. وايه الاسود ده؟ دي برضو لاف. بس الشنطه بتختلف بقى. بصوا في بقى شنطه سودا، في شنطه بينك. ايوه في شنطه كده يعني. المانيكيرات بقى، المانيكيرات اللي البنات بتحطها بقى في المصايف. عندي برضو الحاجات اللي الكلادور بتاع ديور. ايوه عامل 7.5. ده كده يا جماعه بتاع ديور 7.5. بصوا الالوان الصيفي الجميله بقى، الاصفر بقى المصيف طبعا. طبعا في الهبان والبيبي بلو اللي انا سالت عليه اول ما دخلت. في الروز حلو قوي برضه. ايوه جميل قوي. في اللون الاخضر ده بيبي بلو انتي والترام. وفي ايه تاني بقى؟ في برضو البيجات برضو. ده كده 7.5. لو جينا بقى هنا حلو قوي الدرجه دي برضو بتاعت الموزي. ايوه صح حلوه الدرجه دي حلوه قوي. عندي برضو فيكتوريا سيكريت عليها عرض من 10. فيكتوريا سيكريت وايسنس برضو 10. اسنس ب 7.5. 7.5 اسنس ب 7.5. اللي هو ده. تمام. فيكتوريا سيكريت هو اللي ب 10. بص يا جماعه فيكتوريا سيكريت اهو الوانها تحفه بجد على فكره. ده وده الوانه تحفه بس مش عارفه انا حابه الازازه دي قوي. ده ب 10. هولو بقى عامل 12.5. هولو ده اسنس ده برضو. عشان عندي اسنس دي حاجه واسنس دي حاجه ثانيه. تمام. اسنس دي ب 12.5 وعندي اسنس دي عامله 7.5. بصوا بقى الالوان بقى ايه اللي بيقولوا عليه اللافندر اللي طالع ده. انا حلوه قوي. لا بصراحه حاجه جامده. عندي برضو لاكوستا عامل 10. لاكوستا. تمام. تمام. ايه تاني النهارده في الاسرار الحلوه بقى والحاجات اللي بتحبها البنات عشان برضو لو مسافرين او رايحين رحله او حاجه؟ استشوار الميني بقى ده. الميني استشوار عامل 50. مش شرط طبعا الاطفال لانه حرارته عاليه شويه يعني. يعني ينفع شعره حلو شويه. مش اللي هو الخشن قوي بيقبل برضو ان هو يعمله. يعني بيعمل اي شعر. بس مش يبقى خشن قوي. لا هو على قد برضو لسه صغنون كده عشان بس يعني ما يسخنش قوي معاهم. ايوه بكام يا قمر ده؟ ده عامل 50. عامل 50 سشوار ب 50 يا جماعه. السشوار الميني عامل 50. حلو قوي. بدل ما تاخدي السشوار بتاع البيت بقى وتحطيه في الشنطه يطلعوا بيه المصيف طبعا. ايوه في برضو عندي ال 20 بس 35. لقينا السشوار الميني مش معقول ما نجيبوش المكوى الميني بقى. عامله 25 بدل 35 درجه اطراف بقى قصه بتاع. هما برضو بيستخدموها ساعات برضو في شعر الاطفال لان شعر الاطفال بيبقى مش جامد يعني. 35 جنيه. 25 بدل 25. والله حلوه. والله بصوا يا جماعه حلوه جدا. طبعا احنا جايين بعد العيد عشان برضو تبقوا عارفين ان في عروض حلوه قوي. عندنا جهاز الشمع. جهاز الشمع الاثنين في واحد اللي هو الجهاز نفسه. عندي الجهاز نفسه بالمناديل. الجهاز عامل 45 اللي غير الشمع. واحد. لا من غير الشمع. اللي 45. الشمع عامل 75. اللي بالشمع 75. 3 في 1. تمام. عندي المناديل بالشمع اهو برضه. بصوا يا جماعه ده الشمع بتاعه. ده الشمع والمناديل والجهاز. تمام 75. 75. ايوه حلو قوي. ده برضه. وطبعا المرايات الجميله العسل دي ب 5 جنيه بس. دي ب 5. لا تحفه. دي بقى فيها التكبير والتصغير. دي عامله 12.5. دي بجد دي اللي هي بتكبر الوش يعني عشان لو انت بتعملي ميك اب وكده. يبان. تمام. دي بسبب 12.5. ايوه عامله 12.5. تمام. بصوا بقى مزيد من الاجهزه بقى الجميله الحلوه بالاسعار الحلوه هنشوفها دلوقتي. الديرما. طبعا الناس بقى اللي بتعمل وشها كولاجين والحاجات دي الديرما. عارفه بقى الديرما عامله 45 جنيه. 45 دي اللي هي 75 مللي. دي الديرما هي يا جماعه. تمام ب 45. حلو. دي اللي هي 75 مللي. تمام حلوه قوي. عندي منها برضو مللي ونص. بصوا بقى الديرما الاصغر دي مللي ونص. دي مللي ونص. دي اكبر. دي اكبر بكام دي؟ دي عامله 75. 75 تمام. هما بيمشوا بيها كده مثلا على الوش اتجاه. في كل مكان بيعملوا بيها اربع مرات. كده مثلا بيعملوا اربعه بعد السيرم. طبعا هنا البنات انتوا بتقولوا لهم اي واحده بتسالكوا على حاجه انتوا اخواتهم يعني. تمام متابعيني حبايبي في عينيكم. بصوا يا جماعه دي الحله بتاعت الوكس. الحله بتاعت الوكس. عندي برضو الحله وعندي برضو الجهاز بتاعها عامله 115. 115 تمام. الله ينور. 65. ده ايه ده؟ ده الكوكو واكس بتاع الحله. بتاع الحله. تمام. ده 65. ايوه تمام. بتوعها
عامل 20. 20 جنيه لو عايزه كيس بقى من الصغير ده ب 20. تمام. عندنا بقى سشوار اهو 2600 واط عامل 120 جنيه. حلو قوي ويستحمل بقى كده. اه تمام. حلوه جدا اصلا و 2600 واط. تمام. عندي برضو ان برضو عامل 120. اه براون فوق عامل 120. تمام. براون 2288 واط. تمام. عندي جنيه عامل 200 جنيه من 1800 ل 2200 واط. في عندنا كمان من ضمن الاجهزه عندي برضو المكوه دي. اه المكوه السكاني عامله 120 جنيه. تمام. بتوصل لحد 750 درجة الحرارة. تمام. خد الفرن سوداني. ايوه عامل 185 جنيه. تمام. عندنا شامبو وحمام كريم ماكس. اه ماكس. اه عندي برضو ده بلسم. ده ماكس. اه ده بلسم بالكافيار. تمام. ده لترميم الشعر. حلو. ده عليه عرض عامل 27.5. 27.5. تمام. في برضو عندي البروتين بكامل بلسم ده برضو 27.5. تمام. هو عرض عليه برضو 27.5. اه الشامبو ده للعناية بالشعر ده ابن خيال النسور. تمام. الله ينور. البزيت الكبرى. اه حمام الكريم وده حمام كريم وبلسم دبل في بعض برضو عليه عرض عامل 27.5. تمام. الله ينور. تمام. هنرجع للركن ده تاني علشان نقول لكم المنتجات الطبيعيه اللي هو بيتكون منها. عندي ده اقول لكم الحاجات اللي هي مصنوعه منه ايه بقى. النوميد ده برضو زيت الكاموكيل ومستخلص الكنسيك وزيت اللوز ومستخلص الارجان. تمام. وزيت حب الرشاد وزيت الزيتون. ايوه حاجات كلها طبيعيه. وزيت جوز الهند والزعتر واللافندر كل ده وحبه البركه والروماني كافيين كاراتين وبرده بروتين وشربات الجاي. الله ينور. وفيتامين هي وبرده زيت الجوجيا وزيت السمسم. ده الزيت دي شركه ادويه. تمام. بالنسبه للي هو ده الغسول النسائي مكوناته ايه بقى برضو احنا قلنا نقول لكم على الحاجات دي. حلوه قوي. ايوه لو اسره بسيطه. تمام. العرض اللي هو اصلا مسعر 45. ايوه العرض هيبقى سايل ليهم ب 35. تمام. الله ينور. مكوناته ايه بقى ده عشان الناس تبقى برضو مطمنه. ده برضو من زيت شجره الشاي. اه زيت شجره الشاي ده بيعالج العدوى. تمام. البكتيريه مضاد للفطريات. وعندي برضو مستخلص الكاموكيل ده مضاد للالتهابات وللفطريات. حلوه. في برضو مستخلص الموافر ده برضو بيزيل الاحتقان. كل الحاجات دي موجوده فيه. في برضو زيت الورد. في برضو مستخلص الزعتر. في القرنفل. في النيم. في الكركم. في العرق الاسود. كل ده فيه. العرق الاسود بيساعد على ان هو فعلا بيعتبر مكوناته ايه بقى ده برضو الغسول بتاع البشره اللي احنا قلنا عليه. ده برضو شركه طبيه. اه في طبعا منها ترخيص من وزاره الصحه. الشركه دي ترخيص موجود. الغسول دوت بيبقى فيه رغوه عميقه للوجه البشره الدمنيه المعرضه لحب الشباب. تمام. بيكون بتفتيح البشره ايه ونعومه بيطبع على طبعا الغسول ده مرتين في اليوم صباحا ومساء. تمام. بقى بحاجه حلوه قوي اللي هي البرفانات الصغيره دي. عندي البرفانات دي عامله 12.5. دي حلوه دي بقى ولا ايه النظام؟ ريحتها حلوه جدا والله. طبعا التركيز بتاعها عالي. ثابته دي ده عود. اه احب العود انا. ايوه تمام حتة حلوة والله. ده الرجالي بتاعها. اه وعندي منها برضو حريمي. اه هي طبعا روايحها حلوة جدا. في عود حريمي؟ لا الحريمي مش عود. مش الحريمي. اه عندي الفلاور دي الحريمي بقى. حريمي حلوة قوي. حلوة قوي دي. اه دي بس دي اه ريحتها جميلة خالص. دي بقى عليها عرض ب 12.5. تمام. وباخر حاجه كده قفلنا الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.